صباح الخير من جديد، تحياتنا لكل المشاهدين. مؤسسات كثيرة وحتى نحن كإعلام وإحنا والأفراد أيضا اللي عندهم يعني منظومة أخلاق وعندهم ضمير ومخافة الله سبحانه وتعالى، كل هؤلاء يسعون دائما لحماية الأطفال وخصوصا من العنف، العنف بكل أشكاله وكل تصنيفاته. بكل أحوال إحنا اليوم رح نتحدث عن جهد قائم منذ فترة طويلة، يعني بيشتغلوا عليه منذ فترة طويلة مؤسسة نهر الأردن ب6/6. ليس فقط هو إعلان، الإعلان متوقع لبداية الشهر الكريم، ولكنه أيضا يصادف اليوم الوطني لحماية الطفل الأردني من الإساءة. مؤسسة نهر الأردن تشتغل على هذا الموضوع، وعندهم أيضا نموذج رح نحكي عنه هذا الصباح اسمه بيت صغير. هو نموذج لرفع الوعي فيما يتعلق بحماية الطفل من العنف وتعرضه للإساءة. كل هذا سنتحدث فيه بمعية الدكتورة منتهى الحراسيس، وهي مديرة برامج حماية الطفل في مؤسسة نهر الأردن. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا دكتورة. صباح الورد، أهلا وسهلا. شكرا لك. شاطرين مؤسسة نهر الأردن أنه حاطين حدا هالقد هادي ولطيف وواعي بهذا المجال، التعامل مع الأطفال وحماية الطفل من الإساءة. تحياتي إليك، أنا شخصيا بقدر كثير جهدك دكتورة منتهى. شكرا إليك. 6/6 هو اليوم الوطني الخاص ببلدنا لحماية الطفل من الإساءة. يا ريت لو نحكي شوي عن أهمية هذا اليوم والاعتبارات التي وضعت أو الجهود اللي بتشتغلوا فيها تحديدا بهذا اليوم لتوعية المجتمع أكثر بموضوع حماية الطفل من الإساءة. يعطيك العافية وبحاموا أنتم بخير بمناسبة قدوم الشهر الكريم إن شاء الله. نحن 6/6 كمؤسسة، يمكن بداية بحب أرجع للتاريخ. ب 2004 كان في حملة للتوعية من الإساءة وبالذات الإساءة الجسدية، قادتها مؤسسة نهر الأردن، وكانت من مخرجات هاي الحملة أنه إعلن يوم 6/6 اليوم الوطني للحماية من الإساءة. من هذا التاريخ نحن سنويا نحتفل بهاي المناسبة، جزء منها للتوعية على مستوى وطني، على مستوى مجتمعي. دورنا بالحشد مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال الحماية، في مجال العنف الأسري والأسرة. وقضايا الأسرة بشكل عام. الحمد لله سنويا بنفعل هذا اليوم بأنشطة مختلفة بتشمل الأطفال بمراحلهم العمرية المختلفة، بتشمل الشباب، الأمهات، الآباء، كل فئات المجتمع المحلي. المميز بهاي السنة بأنه سنويا نحن بنعمل أنشطة تبدأ وتنتهي بيوم 6/6 أو على مدار 10 أيام أو أسبوع. هاي السنة نحن فكرنا من نهاية 2015 ببرنامج أو نشاط يكون في نوع من الاستدامة وفق احتياجات المجتمع المحلي وفق احتياجات الأطفال والشباب. فبناء عليه ابتكرنا برنامج ونشاط اللي هو بيت صغير. هذا بيت صغير هو عبارة عن نموذج بيت. هو بيت الواقع فيه كل أركان البيت، مبنى نموذج يمثل البيت بأركان البيت، من مطبخ، من غرفة نوم، من غرفة معيشة، يمكن لزيادة في عن البيوت وفي غرفة مشاعر بالإضافة للحديقة والحي. اسمها لطيف. هي غرفة مشاعر. هذا البيت احنا اشتغلنا فيه على أساس المقومات الأساسية للوقاية من الإساءة. لما بنحكي عن مفهوم الذات، عن مفهوم الذات واكتشاف الذات، اكتشاف القدرات، خصوصية الجسد والمشاعر والتعبير عن المشاعر. هاي الجوانب الأساسية إذا تمكننا من توعية وتمكين الأطفال بهاي الجوانب، نحن بنضمن بأنه الأطفال واعيين قادرين على حماية أنفسهم من أي مخاطر مباشرة أو غير مباشرة أو ممارسات سلبية. أنا كنت عم بحكي الصبح مع ألكسندرا أنه التعامل مع العنف الموجه ضد الطفل هو من أكبر التحديات، لأنه الطفل مرات لا يدرك أنه عم بتعرض لعنف. صحيح. لا يدرك أنه عم بتعرض لتحرش أو انتهاك جسدي أو انتهاك معنوي، وبعرفوش لمين بدهم يتوجهوا. صحيح. قد يفكر بأنه هذا حب مرات، فكر أنه هذا شيء لطيف اللي عم بتمارس معه، ولكن هو يكون عم بتعرض لعنف. فهذا بيت صغير أتوقع أنه مهم جدا حتى يعمم، يعني ياريت هذا النموذج ليس فقط يكون موجود عندكم، يكون معمم على كثير. تجربة تتعمم على مدارس، تتعمم على مراكز طفولة في أماكن مختلفة.
شو الإجراءات أو الآلية أو مين الفئة المستهدفة؟ العائلات بأكملها، أب وأم أطفال. تحكي لنا أكثر بس عن آلية عمل بيت صغير. تمام. هلأ بيت صغير بيستهدف أربع فئات. عم بيستهدف الأطفال من عمر 7 سنوات ل 11 سنة. بيستهدف الأطفال وأسرهم، لأنه هو الواقع منصة لتزويد الأهالي بمهارات وقاية وحماية أطفالهم من الإساءة. وهو أيضا بيستهدف الطلاب الجامعات بالتخصصات التربوية، تخصصات الطفولة والإرشاد النفسي والاجتماعية. وأيضا بيستهدف أي مؤسسات بترغب بنقل خبرة بيت صغير لإلها، لأنه هذا النموذج أو هذا البيت الواقع هو للتوعية ولتمكين الأطفال. ففي بيت صغير بيبدأ، يا ريت نحن نعرض الصور كمان يعني بالتوازي مع حكي دكتورة منتهى الحراسيس. يا ريت إذا مخرجتنا بتقدر تستعرض لنا بعض الصور لهالبيت. هي أنا عم نشوف يعني قولي هذا مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل. الرائد في مجال التوعية وحماية الطفل من الأسرة من الإساءة. وهي بعض النماذج. هذا اللوجو لبيت صغير على مقدمة أو مدخل بيت صغير. هاي الحديقة، نحن بالحديقة حتى جزء من بيت صغير حديقة بنجمع فيها الأطفال، بنعطيهم شو الإجراءات اللي بدها تتم الآن داخل بيت صغير. وبصير فيها التقييم القبلي بحيث نعرف شو اللي عند الأطفال كأساس قبل ما يدخلوا بيت صغير، شو معلوماتهم، بيت صغير بالضبط استعدادهم النفسي في بيت صغير. وكمان هذا نموذج الحي بيحكي عن المخاطر اللي بتعرض لها الأطفال بالحي أو بالشارع أو بالمحلات البقالة، بأنه كيف يتعامل مع هاي المخاطر أو العوامل الخارجية، مع الجيران، مع بالضبط الدكاكين الموجودة، الباعة، المتجولين، كل هاي في الدورة الواحدة لبيت صغير. نحن بنستقطب 25 طفل لكل ركن من أركان البيت. يستوعب 5 أطفال مع ميسر. هذا الميسر بيقعد مع الأطفال من خلال أنشطة تفاعلية كلها قائمة على مشروع الفنون في حماية الطفل. بهاي الأنشطة التفاعلية هذا مثلا بيحكي هون عن المطبخ، عن الأكل الصحي، عن مقومات السلامة بالمطبخ، أيضا عن الوقت النوعي بين الأم وطفلها. يمكن من أكثر الأنشطة كأمهات إحنا بنلاحظها أن الطفل بيحب يساعد بالمطبخ، بيحب والأم بتكون ضايجة منه، في حين هو وقت نوعي بإمكانها تبثه بكل المفاهيم المختلفة. تعليمي، توعوي، حتى موضوع حماية الطفل الإساءة فيها تمرره من خلال هاي الأنشطة التفاعلية بالمطبخ مثلا. صحيح. بالضبط. هذا غرفة النوم. في غرفة النوم بالذات هو اكتشاف الذات. يمكن واحد من الأنشطة المهمة اللي بحب أعرضه، في بعض الأنشطة في غرفة النوم نحن بنغمي على عيون الأطفال بحيث نحكي له عن في شخص مميز بحياتنا عنده قدرات وإمكانيات هائلة. وبنحكي إحنا والطفل لما نوصله عند المراية ونفتح عن عيونه ويكتشف أنه هو دائما هاي اللحظة أنا بحب أكون واقفة أتفرج على انفعالات الطفل. كتير حلوة الفكرة. في طفلة من الأطفال بدأت تبكي حبيبتي بأنه أنا الشخص المميز، لأنه هاي كمان أشياء ما بنوع أهل تقدير الذات طبعا، لأنه بتعرفي تقدير الذات يبدأ يعني هي الخطوة الأولى لحماية الذات. بالزبط. يعني إذا أنت عندك هذا التقدير واحترامك لذاتك هي الخطوة الأولى اللي بتبلش فيها. بالزبط. تحترم ذاتك وجسدك وثقة بمشاعرك. يعني نحن وقت أنت ذكرتي ست سمر بأنه بعض الأطفال ما عندهم وعي باللي بتعرضوا له، بعض الأسر ما عندها وعي باللي بتعرضوا له الأطفال. ما في مشكلة هذا عمه، ما في مشكلة هذا خاله. صحيح. يحضنك بهاي الطريقة في حين هو الواقع إحساس الطفل هو الأقوى. إذا هو شاعر بأنه مش مرتاح، بأنه في شيء غلط، فهذا مؤشر على أنه عم يتعرض لشيء غلط. بالفعل هي في سايكولوجية للمسيء. دائما بحكي جملة بأنه الغريب بتحرش ولكن القريب يعتدي. طبعا لأنه معتمد على فكرة أنه هذا الطفل أنا جزء من الثقة. وبوصل الطفل الإحساس أنه يعني عمه عم بحضني لأنه بحبني. طبعاً. أو أنه طبعا في شيء تاني. فإحنا يمكن أهم شيء في بيت صغير بنركز على أنه الأسر يصير في عندهم وعي بمفاهيم الحماية والإساءة، ويكونوا داعمين لأطفالهم بالثقة بمشاعرهم، بحيث لما الطفل يحكي لا أنا بس بدي أسلم عليه يكتفي بهذا الكلام.
جزء من بيت صغير كمان الحمام وهو جزء أساسي، وأنا بعتبره أهم مكان بين الأم وطفلها للتوعية بالجسد وبخصوصية الجسد والأماكن الحساسة بالجسد، ومين المسموح يشوف ومين المسموح ما يشوف أجزاء جسده، اللمسة الآمنة واللمسة غير الآمنة، كل هاي مفاهيم بتساعد الأطفال على إنهم يحموا أنفسهم. التوعية بهذا الموضوع طبعا. يا دكتورة منتهى كتير كتير مهم. بعض المدارس تغفل إنها تقدم هاي المعلومة، بعض الأسر تجهل إنها تقدم هاي المعلومة أو بتلاقيها مش مهمة. صحيح. والأطفال بتعرضوا لاحقا حتى بس يكبروا لتشوهات نفسية. صحيح. إلى علاقة ب حادث صغير قد لا يدركه صغير بس بضل عنده باللاوعي، ممكن يشوه له حياته الاجتماعيه كلها. صحيح. والزوجيه وكل التفاصيل هاي. صحيح. فهذا كثير 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 مهم انه ينحكى فيه. على سيره انه مهم مدارسنا، مهم، انا احنا قبل فتره استضفنا المجلس الوطني لشؤون الاسره وكان لهم تعاون معاكم. مثلا قد ايه مهم انتم دائما تكونوا على تواصل مع كل المؤسسات بهذا الجهد طبعا. دكتوره منتهى، خصوصا عندكم ايضا الخط الساخن وجهد الخط الساخن وكل هاي التفاصيل الأخرى. هلأ على سبيل التعاون مع الشركاء، نحن دائما رافعين راية بأنه إحنا كمؤسسة وطنية لا نستطيع أن نقوم بكل الجهود، أكيد لا. فلازم يكون من خلال تعاون مع الشركاء. المجلس الوطني هو من أهم شركاء مؤسسة نهر الأردن، بالإضافة وزارة التنمية، إدارة حماية الأسرة، وزارة التربية والتعليم. بالضبط. يعني فإحنا كل المؤسسات الحكومية والخاصة نسعى أن يكون في بيننا وبينهم اتفاقيات طبعا. واتفاقيات تعاون. والإعلام أرجوك. طبعا الإعلام يمكن أنتم الأساس كتير. ودوركم على إبراز هاي القضايا الحساسة اللي البعض يتحرج بأنه يتطرق إلها أو بيعتبر إنها هذا التابو، ما بصير نخوض بهاي المسائل. دوركم أنتم يعني. طبعا أساسي طبعا. بالخط الدعم بالنسبة لنا كان آخر تعاون بيننا وبين المجلس الوطني من خلال مشروع اشتغلنا فيه سوا بأنه نحلل كل بيانات خط الدعم من سنة إنشاؤه بال2007، بحيث أنه على أثره من نتائج هذا التعاون الآن في مسح لخطوط الداعمة أو خطوط الساخنة في الأردن، بحيث أنه نعمل منصة واحدة بالأردن للطفل لما بنحكي يتصل برقم توحيد كذا توحيد هذا الخطوط. بالضبط، بحيث ما يصير في تشتيت للمجتمع. نقطة كثير مهمة اللي هو ما بعد الاتصال، المؤهلين بأنهم يحللوا يدرسوا يحموا يتواصلوا. فأيضا من نتائج بيانات الخط الدعم عنا وجدنا بأنه من إحدى أهم المشاكل اللي توصلنا بالخط الدعم بأن الأطفال والعلاقات، فترة المراهقة والعلاقات ما بين الجنسين، العلاقات ما بين المراهقين وآبائهم وأمهاتهم. مباشرة الآن بنشتغل في المركز المجتمعي على تطوير برامج للتعامل مع هاي الإشكالية، برامج للتدخل اللي هو النضج العاطفي ببرنامج اسمه أنا وابنتي، بشمل الأمهات مع طفلاتهم اللي في مرحلة المراهقة، والحديث عن الاختلاط الآمن ما بين الجنسين وأهميته طبعاً، والتواصل الإلكتروني وكل ولكن التفاصيل. ما بينفع نسكر أدارنا ونحكي لا ما بيصير يكون في اختلاط. أوكي ما بيصير يكون في اختلاط، بس رضينا ولا ما رضينا حيصير في فترة من الوقت الأطفال حيتواجدوا مع بعضهم بالتأكيد. فبالتالي لازم أكون عامل المقومات الأساسية ليعرفوا يتعاملوا مع بعضهم بطريقة آمنة. ما بنقدر نعزل أولادنا، ما بنقدر نسكر عليهم غرفهم أبدا. صحيح. بدهم يطلعوا يتعلموا يجربوا ويدرسوا ويعني يروحوا أماكن ترفيهية، فمهم جدا الوعي وخلق مجموعة من القيم. صحيح. والمعلومات عندهم حتى يدخلوا على هاي الحياة بشكل آمن، يحموا أنفسهم يحموا الآخرين منهم كمان طبعاً. يعني طبعاً. أحيانا طفلنا ممكن يأذي الآخرين، يعني أكيد. ابننا ممكن يأذي الآخرين. بالزبط. فبدنا نكون دائما مهتمين بهذا الموضوع. بستة ستة في فعاليات معينة رح تكون ولا لأنه أول رمضان؟ الواقع إحنا عشان رمضان وعشان امتحان، فإحنا بالعادة يعني مثلا اليوم إحنا بنحيي ستة ستة اليوم بواحد ستة، بالعادة بيأخذ منا فترة زمنية ممكن 10 أيام، ولكن حيكون اليوم بالأكثر الفعاليات في مركز الملكة رانيا، في مركزنا في العقبة، مركز الملكة رانيا لتمكين المجتمعات بالعقبة، عم نشتغل على مستوى في المركز ومن خلال الأوتريتش لنوصل للمحافظات. جميل. بالتوعية الوالدية من خلال الخط الداعم، فبنحاول ننتشر، ولكن الآن 6/6 اليوم
صفة هو واحد ستة. وبالتأكيد هو كل الأيام مخصصة طبعاً للطفل ولحمايته طبعاً عندكم طبعاً وعند كثير من المؤسسات طبعاً المعنية وعندنا كلياتنا، وإحنا سعيدين باستضافتك دائما دكتورة منتهى، ونرغب دائما بالتعاون معكم لزيادة الوعي في هذا الموضوع. أنا مستعدة شخصيا وأكيد برنامجنا والتلفزيون الأردني. بدي أشكرك كثير دكتورة منتهى، كل عام وأنت بألف خير. شكرا لك، شكرا جزيلا. مباشرة رح ننتقل لماحص نتعرف عليها سياحيا، زميلنا يوسف دلوح أعد لنا هذا التقرير وجاء لنا بهذه الصور، خلينا نشوف مع بعض.